عسلي ومرحبا بك. لا مرحبا. عايشك. هنا نحكي شوية على الحرف القديمة، منهم حرفة النجارة والنقش على اللوح. نعم. قبل كانت فما الدولة موفرة مكاتب تاع الصنع، كانت فما يعني لهوة بيهم. الشباب كانت والديه تلزوا باش يدخلوا للصنع، توا الشباب نتاع توا الوالدين نتاعهم ما يدزوهمش باش يتعلموا صنع ولا يعملوا حاجة كحرفية ولا حاجة. احنا كنا يعني نسمع كلام والدينا. انا مثلا ناخذ سيزيام اني وناخذ سيرتيفيكات فان دي تيت بريمير. بابا الله يرحمه دخلني المكتب صنايع باب جديد، دخلني تعلمت سكولتور سبوها النقش على اللوح، ومام طون تعلمت زاد النجارة في المكتب هذا. المكتب هذا كان عامل تابيسري، كان عامل دورور، كان عامل يعني برشا حاجات، تخشيش، عامل برشا اشياء. توا ما عادش المكاتب هذوما، قلت اول حاجه قلت، والشباب ما عادش معناها يميل للحرف القديمه هذه. الشباب توا يحب الحاجات اللي فيسع فيسع يصور فيها الفلوس، ما عنده حتى سيله بالصنعه، ما عنده مثلا. توا وراو في شباب يدخلوا في يخدموا في جراجات ميكانيك، يخدموا منها الكتريسيتي، والعصر زاد توا ولا التكنولوجيا ولا. لكن الحرف نتاع النجاره والنقش على اللوح خاصه عمرها ما تموت الصنعه هذه، ومربحة برشا وفيها برشا فلوس. فيها برشا فلوس، لكن تكلفة ولات غالية ياسر، لوح ولا غالي ياسر، المواد الأولية ولات ياسر كما غيرها كما مسامر. مواد البناء كل ولات غالية. شيء غالي. والشباب ما يحبش الحكاية، ما يحبش يضيع الوقت نتاعو باش يقعد يتعلم صنعة ولا باش يقعد يخدم أشياء كما ذوما. مثلا احنا كنا والدينا يعطيونا مصروفنا. تو الوالدين ممكن يعطيهم مصروف لاشياء اخرى، باش يمشي بهم الحفله، باش يمشي يشري كوره، باش يمشي هذا، مش كيما والدينا احنا كيفاش تربينا. الوالدين تو ما همش يعني معتنين باش ولادهم يتعلموا صنعه. كل انا قبل نتعلم النجاره بابا كان حصرني في بقعه نتعلم في الحرير يخدموا صنعه. كنت نمشي لحانوت حراري، نقعد عند الحراري وريني كيفاش ندز النول، وراني كيفاش نعمل الخيط. تتعلم حاجه. تعلم حاجه. دونك توا ولاو يلوجوا الشباب نتاع توا، يلوج في حاجه اللي تصور فيس على الفلوس. مثلا يحب نصبه نتاع دخان، يحب نصبه نتاع شنو، يحب فريب، يحب ترجم، يحب حاجات اللي باش يبدا هو مرتاح فيها، ما يحبش يضيع الوقت نتاعو. فهمت؟ هذه هي النكبه يعني الكبيره اللي توا داخل للشباب. والشباب توا ما يحب الفلوس، يحب الفلوس، ما يحبش يخم على توا. كيما احنا كبرنا انا لقينا، قال الراجل الفلوس ولقينا اشياء اخرى. عندك صنعه كاني انا تو يطلبوني باش نمشي نعدي ساعه هنا، باش نعمل ضربه هنا، باش نخدم حاجه هنا، يعني بالمقابل. فهمت؟ هذا هو. انت معناها الغرام هذا وارثه؟ طبعا انا مغروم يعني، كنت نصور انا قبل، كنت نعمل ديسان، كنت نصور. وهو بطبيعته في المكتب هذايا كانوا يعملوا لنا الديسان يعني التكنولوجيا، يعملوا لنا برشا حاجات، صوروا بيبان، صوروا ابناك، نصوروا حاجات نمشيو للديار القدم كما دار زروق، كما برشا ديار انتيكه في سيدي محرز. كنا نمشيو نتفرجوا احنا ملتقيين، نجي للمولى الدار نقول له بالله خلينا ندخل نتفرج نشوف، ونبدا نصور عليهم يعني بغرام. يعني الغرام هذا وفاش الشباب هذا ما عندوش الغرام هذا. الشباب توا يحب حاجات فيسع فيسع، يحب حاجات الربح السهل. ها؟ الربح السهل. الوقت احنا ما نلوجوش كنا على الوقت، توا يلوجوا على الوقت. فهمت؟ اعطيه توا الشاب، اعطيه حاجه يبدا قاعد مرتاح، يبدا مرتاح. خدمه ماهيش شاقه برشا، ماهيش شاقه. علاش توا كل يحبوا بيروات، يحبوا ادارات، يحبوا يخدموا، ويا ليته كي يدخل يشد اداره ما يقومش بواجبه، يكركر يعني. تلقى مواطن ومواطنين يستناه وهو قاعد يعني يجي يعني يشوفه، ومشي يعمل قهوه، ومشي يعمل ترشنوه. فالشباب توا بصراحه ما عندوش الفكر، الغرام ما عنده في حتى شيء، ما عندوش غرام صنعه ولا غرام ارشيولوجيا. انا نقعد مثلا نغزل الباب الخضراء كيفاش تبنى، نغزل القوس كيفاش تعمل، نقول الناس اللي خدمته كيفاش كانت تعمل بالحجره، يطلعوا يبداوا بالحجره يطلعوا. توا عندنا كل شيء. والتركيز مثلا هذا هو، هذا ما عندي ما نقول لك. الشباب توا انت عندك صغار ساعة ولا؟ عندي صغار. حاولت هكا مرة تعلم أولادك الصنعة؟ عندي ولد كبير اسمه نادر، وعندي ولد آخر اسمه نعمان. والله يا سيدي مغرومين. أنا ولدي هذايا نعمان مشى معايا للديار، ذهبت فيها، ذهبت أقواس وذهبت. وعندي نادر هذايا ولدي، لتوا تعيط له باش يعمل حاجة يعملها.
خذاه ورث على ابوه، خذاه يعرف يصلح باب، يعرف يصلح شباك، يعرف يعمل بلار، يا ما يستحقش باش يجيب واحد. علاش؟ على خاطر انا وريته اشياء، يجي يقعد بحذايا، يجي يشوف، يجي تمرن. تو الوالدين ما عادش هكا، الوالدين تخرج الصباح ترجع في الليل، ما يعرف على ولده واش عمل اش ما عملش. الام كيف تخرج مسكينه تخدم على روحها، ما تعرفش، فهمت؟ صحيح ولا؟ تو كيما الام تعبه، تو الام تعبه تخرج من 6 7 نتاع الصباح، تاخذ المترو وتخلط لك الخدمه 9، تمشي الخدمه تروح تعبه، تفكرش على ولده اش عمل اش ما عملش، فهمت؟ الراجل زاد كيف تعب، يخرج الصباح يروح في الليل نفس العمليه. ما عاد شكل المراه اللي كانت في الدار تتلهب الولد، تعس عليه اش يعمل، تراه اش يحب، تقول له اش تحب. توا ما عادش الحكايه هذه، توا تقول لك ماذا بيا ولدي يطلع مدير، يطلع طبيب، يطلع ارشيتكت، فهمت؟ هذا هو. نحكيو شويه على انواع اللوح. اللوح كان قبل يجيبوا البوا دو روز لتونس. كانت تونس قبل تشري اللوح من لي بيي سكونديناف. فهمت؟ عندنا البوا دو روز، عندنا الشان، عندنا التاك، عندنا البواروج. كان البواروج اللي يجي لتونس كان تراه الديسان فيه تبع، اللي توا يبيعوا فيه بالمسامر في الصنادق. اغلى واحد؟ بوا دو روز. ولاكاجو. لوح لاكاجو زاد غالي ياسر. اغلى لوح زاد هو لاكاجو. والبوا دو روز ما يجيبوش، قبل كانوا طلاين يخدموا هنا. كانوا طلاين مغرومين بالبوا دو روز، يعملوا البوا دو روز، يعملوا. توا الصناعية الكل. قداش يوصل معناها الباب نتاعو؟ يتكلم 3 4 ملايين باب برك. ونعرفوا زاد اللي فما في البواروج يوصل حتى ل 6 7 ملايين حتى فوق اكثر. فماش تو البواروج في تونس فماش باهي، كله عقد. ما يشيحوش، يشريوا في اللوح تو من لي بيزا، من البي دافريك. البلانز. افريقيا ماهوش شايح، ما يشيحوش. البلانز زاد كيف ما يجيبوا البلانز زاد ماهوش هاكا يجيبوا. تو في الدبوات تمشي تشوف البلانز تلقاه غالي، ما يشري حد. الباهي ما يشري حد، يشريوك البلانز اللي جايبينه من الافريق، فهمت؟ جايبينه من فريق. علاش؟ خاطر في افريقيا ما يشيحوش اللوح في البحر ويدخلوه للماكينات، يخليه يشيح من بعد يقصوه. تو يجيبوا اللوح من افريقيا، يجيبوا فيه يعني مبلول ويقصوه، يقعد في ستوكات في الشركات يتعوش، خاطر ما شاحش على الالات نتاع، فهمت؟ احسن لوح هو كنا نجيبوا فيه قبل من البي سكونديناف في الستينات والسبعينات، فهمت؟ توا ما عادش يجيبوا. يعطيك الصحة يا مسيو، شكرا. كل عايش.